مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قطاعات ومهن. قطاعات ومهن هو البرنامج اللي كنقربوكم من خلاله بمختلف القطاعات المهنية يمكن لكم تخصصوا فيها من خلال ولوج عدد من التكوينات اللي كتوفرها مؤسسات لو اف بي تي. اليوم غادي نتعرف وإياكم على أحد القطاعات الجديدة والواعدة في بلادنا، مهن خدمات الأشخاص والجماعات سيرفيس على بيرسون اي على كوميونيتي. هي مهن متنوعة كتقدم فيها خدمات كتهم الأطفال ما قبل سن تمدرس ورعاية كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى حدود اليوم هذا القطاع كيخلق أكثر من 19 ألف منصب شغل كتوزع ما بين دور رعاية الأطفال وكبار السن ومراكز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات المتخصصة في رعاية الأشخاص في هشاشة اجتماعية، والمتوقع خلق فرص أخرى للتشغيل خلال السنوات المقبلة فضل التطور الكبير اللي كيعرفوا هذا القطاع. باش نتعرفوا أكثر على المهن المرتبطة بخدمات الأشخاص والجماعات نسمعوا لأحد المسؤولين في هذا القطاع. نحن نتواجد الآن في الفضاء ديال مركز لالة مريم لإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة. نحن محتاجين لهذا الصنف ديال الأطر المتخصصة في هذا المجال، مجال التربية ديال الطفولة الصغرى، ولكن نحن محتاجين أكثر إلى فئة متخصصة في الأطفال اللي هما كيجتازوا في وضعية صعبة. هاد المربين خصو يكون عندهم هاد المؤهلات أولا علمية ويكونوا وكذلك مؤهلات ماشي غير من الجانب التقني فقط، بالجانب التربوي، الجانب النفسي والاجتماعي. وكاين واحد المؤهل آخر مهم جدا، هو خصو يكون عنده منفتح على المحيط ديالو، ويكون كذلك عنده كيشتغل كفريق ما كيشتغلش بوحده، لأن هذا عمل جماعي، لأن كاين متدخلين آخرين، كاين الجانب الطبي، كاين الجانب التربوي، كاين الجانب الاجتماعي. إذن خصو يكون هو عنده مؤهل ومستعد باش يشتغل مع فريق. من النصيحة الأساسية اللي غادي نعطي لهذا الشاب أو الشابة اللي بغات تولج هذا الميدان ديال إطار أو مربي متخصص في مجال الطفولة، خصو يكون أول حاجة وهو بعدا ولا عنده ثقة في نفسه وكيحب المجال الاجتماعي، وكون هو كنقولوا حنا بالغدا معطاء، يعني ما يكونش كيفكر غير غادي كياخذها كمهنه، بياخذها كمهنه ولكن يعرف بانها كمهنه راه ذات بعد انساني. مهن خدمات الاشخاص والجماعات عندها بعد انساني كبير، بحيث ان الغايه منها ماشي صناعه منتوج او تقديم خدمه استهلاكيه للزبون كما هو الشان بالنسبه لغالبيه القطاعات، وانما هي مهن كتهم فئات مجتمعيه في وضعيات معينه من أطفال وأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن إلى آخره. وبالتالي فالكفاءات اللي كتركز عليها غالباً ما كتصب في الجانب النفسي السلوكي. نذكروا على سبيل المثال امتلاك مهارات تواصلية عالية كتسمح بربط علاقات اجتماعية جيدة، تحلي بالصبر، القدرة على الإنصات إلى آخره. هذا بالإضافة إلى التمتع بصحة بدنية جيدة كتسمح بممارسة المهام المطلوبة على أكمل وجه. جاء الوقت الآن نتعرفوا على أحد الخريجين اللي اختار يشق مساره المهني في هذا القطاع. بالنسبة شنو استفدنا؟ كنستافدوا على كل أج كنخدموا معاه، شنو الحاجة اللي كتكون خاصه، شنو كيبغي، تصرفات فيربال ونون فيربال، كنوليو كنفهموا الدراري أكثر وكنعرفوا الدراري أشنو خاصينهم أشنو باغيين. هادشي كلشي استفدنا في لا فورماسيون. بكل صراحة لقينا سهولة في إيجاد الشغل، لحقاش في هذه الأونة الأخيرة كاين إلمام واهتمام خاص بمجال الطفولة الصغرى، ديكو لقينا فاسيلمون الخدمة. وزعما كنشكر مركز لالة مريم اللي تاق فينا من أول فرصة عطاها لنا، بحكم أننا ما عندناش إكسبيريونس من قبل، ولكن تاقوا فينا وعرفونا شباب وعندنا ما نعطيو في هذا المجال. هذا النصيحة ديالي للشباب اللي هما مهتمين بالطفولة واللي كيحبوا الطفولة وكيحبوا الأطفال وكيبغيو يشتغلوا معهم، كنقول لهم ما غاديش تندموا، الفورماسيون غادي تفيدكم حتى الا ما نفعاتكمش في الحياة غادي تنفعكم مع وليداتكم. والأهم الأهم الأهم واللي كنخص به، الا ما كانش عندك الخاطر للوليدات، كتشوف راسك بعيد على الوليدات، ما قادرش تتماشى معهم وتسير معهم، بدل لا فورماسيون. ولكن كنصحكم هذه الفورماسيون ما غاديش تندموا عليها. مهن خدمات الأشخاص والجماعات محتاجة لكفاءات بشرية وطاقات شابة مؤهلة قادرة تزيد بالقطاع للأمام وتقدم خدمات مستوى تطلعات فئات اجتماعية هشة هي في أمس الحاجة للمساعدة. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كيوفر حوالي 8 شعب في قطاع مهن خدمات الأشخاص والجماعات في مختلف المسارات التكوينية والمستويات، كتكوين المربي المتخصص في الطفولة الصغرى، إدوكاتور سبيسياليزي en petite enfance ou عامل اجتماعي تربوي، agent
سوسيو ايدوكاتيف او تكوين المساعد الاجتماعي اوكسيليير دو في سوسيال. بغيتوا تعرفوا على معلومات اكثر بخصوص الشعب المتوفره في مهن خدمات الاشخاص والجماعات مؤسسه الواي اف بي بي تي، شروط الترشيح وطريقه التسجيل، ما عليكم الا تزوروا موقعنا الالكتروني خطوه ذكيه.ma. ما تنساوش خطوه ذكيه، مستقبلك بين يديك. نتلاقاو في الحلقه الجايه باش نعرفوكم على قطاع جديد.